عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي جلسة مباحثات اليوم في روما مع الرئيس الإيطالي جورجيو نابوليتانو بقصر كورينالي مقر رئاسة الدولة الإيطالية، حيث أجريت مراسم الاستقبال الرئاسي واستعراض حرس الشرف. ثم بدأت المباحثات في جلسة ثنائية تبعتها جلسة مباحثات موسعة بحضور وفدي البلدين، حضرها من الجانب المصري وزراء الخارجية والتجارة والصناعة والتموين والتجارة الداخلية والاستثمار. وزير الاستثمار، وزير التموين، سفير مصر في إيطاليا، تناولت المباحثات المصرية الإيطالية سبل تعزيز العلاقات المصرية الإيطالية والتعاون خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارات والنقل والطاقة والصناعة والسياحة، بالإضافة إلى التشاور وتنسيق المواقف إزاء القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، خاصة عملية السلام في الشرق الأوسط والأوضاع في ليبيا وسوريا ومكافحة الإرهاب. كما التقى الرئيس السيسي مع رئيس مجلس الشيوخ الإيطالي بيترو جراسو بمقر البرلمان الإيطالي. تناول اللقاء تطورات الأوضاع في مصر باتجاه إتمام استحقاقات خارطة المستقبل التي تكتمل بإجراء الانتخابات التشريعية. كما تطرق اللقاء إلى سبل تعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين عقب انتخاب مجلس النواب، وذلك لما يتمتع به البرلمان الإيطالي من دور بارز في عملية صنع واتخاذ القرار، خاصة أن نظام الحكم الإيطالي هو نظام برلماني. وعلى ما يبدو أن علم الوراثة ليس مجرد كلام فارغ، فحفيدي وعمره 8 سنوات. بالطبع على الورقة تجدون بصمات كل الذين وضعوا يدهم على الورقة للتوقيع. La foto della firma della Costituzione. Ecco la sola per toccare. E il tavolo qui è sulla firma. Quindi per noi questo è un luogo pieno di storia. Non è un'emozione particolare. No, ma ho di infiammato il marraccio lì. Quindi questa è un piacere. Allora anche noi in Egitto quando verrà. Grazie.